كلنا عارفين ان مهرجان العالمين مازال مستمر ومازال ايضا بيواصل عملية صناعة البهجة في ساحلنا الشمالي العظيم. حفلات غنائية، عروض مسرحية، فعاليات، انشطة رياضية مختلفة وانشطة استثنائية. على مدار الايام اللي فاتت يمكن شفنا حفلات متميزة كتير جدا لأهم وأبرز مطربي العالم العربي. شفنا حفلة القيصر، كاظم الساهر، شفنا حفلة مجد الرومي، شفنا حفلة تامر حسني، شفنا حفلة التسعينات اللي كانت من أجمل الحفلات اللي يعني عادت نوستالجيا الأيام الحلوة اللي كان فيها خالد عجاج وإيهاب توفيق وحميد الشاعري. أعتقد أنها كانت من أهم وأبرز الحفلات يعني بالنسبة لنا طبعا، لكن الأجيال المختلفة ممكن يكون لها رأي تاني. بالظبط كده. تكملة للكلام اللي مصطفى بيقوله وتكملة لسلسلة الحفلات، امبارح بقى كمان شفنا ردود أفعال الناس على السوشيال ميديا على حفلة الهضبة عمرو دياب في مهرجان العالمين اللي تمت بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والهيئة العامة للترفيه. الحفلة كانت قوية جدا كالعادة، الهضبة كالعادة خلى الناس مبسوطة وبتضحك وفرحانين، ووشوش الجماهير في مهرجان العالمين. واحنا بنشوف بقى الفيدباك سواء بقى من التقارير أو من الناس على السوشيال ميديا، قد ايه الناس كانت مبسوطه، قد ايه الناس كانت فرحانه، قد ايه الفئات العمريه اللي كانت موجوده كانت مختلفه. شفنا اطفال قاعدين هيتجننوا عشان يشوفوا عمرو دياب، شفنا الكبار والاهاليهم وهم قاعدين فرحانين انهم موجودين في الحفله. فالحفله كانت مجمعه الكل. يعني اتفق او اختلف مع عمرو دياب، هو احد ادوات قوتنا الناعمه طبعا، زي ما ام كلثوم كانت في وقت، وزي ما الزعيم كان في وقت، وزي ما كل واحد كان في يوم من الايام هو يعني عنوان مصر لدى قلوب المواطنين العرب. عمرو دياب كل العالم العربي عارفه، كل العالم العربي بيحبه، ويعني يمكن بنشوف ده في ردود أفعال كمان لما بيروح يغني سواء في المغرب أو في الخليج أو في أي حتة من أنحاء الوطن العربي. شفنا امبارح الجمهور كان مبسوط إزاي بالحفلة بتاعته، ومش بس خلينا نبقى يعني منصفين، حفلة الهضبة، حفلات وأنشطة المهرجان يمكن خلقت حالة ممتعة جدا لزوار المدينة الساحرة بما فيها من كل ألوان البهجة والسعادة. أكيد يعني انبساط، سعادة، استمتاع، أنشطة مميزة، أنشطة استثنائية لأقوى أهم مهرجان ترفيهي موجود في الشرق الأوسط. فعلا مهرجان العالمين في دورته الثانية قدر أنه هو يحط رجله ويحط شكل مختلف للترفيه. الموضوع بقى بشكل مختلف خالص، زي ما بنقول عليه كده لو يجوز لنا استخدام التعبير الدارج، كومبو ثقافي، فني، رياضي. قد إيه كل واحد يقدر يعمل حاجة، وقد إيه كل واحد يبقى مبسوط وهو موجود هنا.